سلاتينه طبعا هاي ما تركوه الاجداد تكوينها، الاجداد كونوها وزرعوا وتعبوا بالسنين الماضيه القديمه. مينا كان مي ارواهن من نهر القلال من جمهوريه الاسلام من ايران يجينا، فكانت تزدهر لان الناس بحاجه لهن. الحياه نصف الحياه السقف منهن، الاكل منهن، الوقود منهن، فلهذا الناس تربيه المواشي منهن يعني منهن. فالناس كانت مهتمه بيهن اهتمام خاص واهتمام عالي. يعني على كل، والمثل يقول اكرموا، قال النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم اكرموا عمتكم النخله، فاكرامها كان من قبل اجدادنا. لا بل حتى احنا جينا الخمسينات والاربعينات والستينات هم عملنا بيهن اكثر من طاقتنا. اجى المشروع سنه 84 ايام الحرب من الدبوني، واصل مضخات اربع مراحل معقده، فكثره العطلات انه بعد السقوط صار عليهم تجاوز من قبل الدبوني، فالمي قل، فمرت بهم ظروف اهلك الكثير منهم.